لا صيغة اتفاق، لا مواعيد محددة، بل لا مخرجات تذكر. اختتم مؤتمر باليرمو جارا خيبة أمل أكبر من المبادرات الدولية السابقة. أشهر من التخطيط قادتها روما، الكل كان يترقب، ليتفاجأ بعد ذلك بعرقلة أحد الأطراف الليبية للمؤتمر وامتناعه عن المشاركة، وتمثيل باهت للدول العظمى. سفراء ومبعوثون ووزراء خارجية قلة هم من مضوا إلى مؤتمر باليرمو الذي أخذت أهميته ونجاعته تقل مذ بدأ، لتنعدم كليا مع انتهائه وإعلان ختامه. مؤتمر صحفي يقف فيه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونوتي إلى جوار غسان سلامة، كان واضحا فيه سعي الأخير للترويج إلى خارطة الطريق الأممية الجديدة، المؤتمر الوطني الجامع فالانتخابات. يصرح الرجل بذلك في المؤتمر، ثم يأتي دور رئيس الوزراء الإيطالي ليؤكد على ما أدلى به سلامة. فعلام الاجتماع والبهرجة إذن. المؤتمر الجامع ولا شيء سواه، هذا ما بدا واضحا من كلمات سلامة. لكن الأغرب أن الرجل لا يثق بموعد انعقاده ولا في الانتخابات التي ستبنى عليه، مرجعا ذلك للمشكل الأمني في البلاد. حتى اللحظة لا أحد يدري موقف الأطراف الليبية الحاضرة مما جرى. رئيس الرئاسي السراج والأعلى للدولة المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح، جميعهم لم يدلوا بأية كلمة في ختام اجتماع باليرمو، ما يفتح الباب أمام عديد التساؤلات. وليطوى اليوم صفحة مؤتمر هزيل كما يصفه مراقبون، ويركن إلى جانب سابقيه الصخيرات بالمغرب والمبادرة الفرنسية بباريس.